واحد كيما كمال رزيق، ايه تفكرت حكايه لحم الجمل. انا نقول له السي كمال، كاين لحم الغزال، كاين اللحم هذاك تاع اللي ياكلوه في كندا ولا فنلندا، نسيت سموه انا، هذاك اللي شبه الغزال. كاين حيوانات بزاف يتكلوا، كاين البيزون، كاين هوايش اخرين. كاريبو. مي على بالكم نورمالمون الشعب ماشي يدير ثوره، ماشي يخرج برا برك، يبلوكي الجزائر كاع ويطالب بريصان هاد الناس تطيح، ريصانهم يطيحوا، لانهم هما الواجهه اللي يستعمل فيها النيوكولونياليزم باه ينخر الجزائر، باش يكمل ينخر الشعب. المشكل كون جاوا غير يسرقوا، معليش راهم يفسدوا كيما يقول ربي، يعني ابشع الخلق يهلكون الحرثة والنسل، يعني الحرثة ليكونومي والنسل لا بروجينيتور. هادو يساطاك لا بروجينيتور، يعني باش تفهموا الدمار الشامل، يساطاك الاولاد، يساطاك لو زونفون، العقول الاولاد، مستقبل اي امه اولادها. كي تحطم لي العقل نتاع اولادي انا، غدوه واش راح نكون؟ غدوه واش راح نكون؟ تخرجه لي معربص داب غدوه ما يقدرش مام با يتفتح العالم والتكنولوجيا الجديده باللغه المدرحه هذه. درك لغه مدرحه العربيه سي لو بلان سيانتيفيك ان نوفو ريان ابسولومون ريان. كيفاه وين حيقرا لا ميديسين في سوريا واقيلا؟ كيفاه يفا بارتيسيبي ا دي بروغرام دو ريشيرش؟ وين الخليج؟ ما يقدرش الخليج بكري يقراو اونغلي. وين دونك هاد الناس عندهم خطة باش يكرازيو ولادنا، باش غدوا ما عندهمش مستقبل، باش كيعود ولد السعودية يمشي بالطيارة اللي في السماء، حنا ولدنا يكمل بالداب يقول ار. هذا واش تحوسوا؟ سي سكو فو فولي. هذا واش قاعدين يديروا؟ هذا واش قاعدين يديروا؟ كيفاه يجي واحد يقول للشعب راحين نديروا لكم جبابن ملاح؟ كش واحد يوعد الشعب بالجبانة؟ يعني يا ربك انا جون في با تجي تحكي لي جبانة، دير لي جبانة مليحة. تذكر وقت الجونية الإسلامية خويا لي اسمح لي، جبانة إسلامية ما فهمتش احنا وين رانا في قعلي هود ولا ما مش من جبانة إسلامية كي نموت انا حرقوني ولا ديروني ستاك ولا كاس جونية فوتر انا يا كاس المرض هادو ديبيل. يس ياس الخطاب اللي نوجهوه للشعب دي فوا احنا يا رانا نوجهوا خطاب شي ان بو شغل كبير، لا ماجوريتي تاع الشعب ما تفهموش، باش الشعب ما يطيحش في الغلط ويغلطوه ثاني. حنا لا كان كنا نقولوا ومازالنا نقولوا انه الشعب جاهل والشعب ما يفهمش والشعب فريستري والشعب سراق والشعب كذاب، مش بس كرانا نلومو فيه بك، حبينا نلحقوا له بك ميساج باللي انتيا هو نتيجه نتاع نظام لي اكسلون خدم سنين وسنين من اجل انه انتيا كي تزيد تخرج هكا راك دوك في عمرك 20 سنه راك جاهل، سي باسكو النظام هذا خدم 20 سنه. لا كان تكمل انت في الجهل تاعك الوغ كنت عندك ذكاء كبير، لو كان تكمل هكذا وليدك يخرج اجهل منك، وليدك يخرج اجهل واجهل منك ايضا. دونك il faut pas tomber dans l'erreur. ما تحش الفخ هذايا، انا نديرو دي لايف باش نوعوكم باش نفهموكم، باش بالك هذاك الذكاء يفطن تولي تخمم مع راسك تولي تقول سي فري واش راهم يديروا سي فري. اذا دائما حنا نعاود نرجعوك في الطريق الصحيح، هو انه الهدف هدف واحد وهو تمثيل هذه الهبه الشعبيه، والهدف الثاني باين توعيه الشعب الجزائري من اجل ما يطيحش في الفخ تاع النظام والابواق تاعو اللي سيتيناهم قبيله قلناهم لكم كاين بزاف لو كان بداو نسيتيو وما نكملوش لانيس. اذا الهدف تاعنا هو باين تري تري سام، هو انكم تمشوا معانا في مستوى واحد تلحقوا تفهمونا، هذا واش رانا حابين انكم تطلعوا شويه المستوى تفهمونا، وحنا نهبطوا المستوى باش نفهموا، ماشي تكبير ماناش نتكبروا عليكم، سي جوست كو اون فا ايسيي نسيو كيفاش نطيحوا في نيفو واحد ونتفاهموا كاع كيما بعضنا بالهدف واحد وهو الحل السياسي لهذا الهبة الشعبية اللي رانا فيها بك، باسكو الهبة الشعبية مازالها في أي راس جزائري، الهبة الشعبية مازالها، ماذا به غدوة يقولوا نخرجوا يخرج،
على بالنا بها. مي بصح انا نعطولكم رانا نسيو نكالميوكم باش ما نطيحوش في الفخ نتاع البياج، الفخ نتاع الفخ تاع النظام، باسكو دار لنا فخ باش حنا نروحوا الى كيما يقولوا لها كيما قلت لها نتايا لا كونفرونطاسيون ديريكت مع النظام مع لا بوليس تيديروا ونو نتقاتلوا بعضانا ونتقاتلوا على الخبزه. هذه ماناش حابين، انا حابينها انهم تنظموا ونتهيكلوا ونروحوا كيف كيف بطريقه سلسه وذكيه. هذا ما كان فوالا اكسلون فريد. Bon, je donne un petit mot pratiquement à tout le monde parce qu'on a dit une colis.